مشاهدينا مساء الخير. طقس متقلب بامتياز عم بيسيطر حاليا على لبنان، ولكن بانتظار منخفض جوي يوم الخميس المقبل اذا الله راد. جو الليل بالبدايه رح بيكون غائم جزئيا، رح نشهد امطار متفرقه خلال الليل، ثلوج ممكن تتساقط على الالف و300 متر، الحراره ببيروت 10 درجات، 7 بسور، 9 بطرابلس، 3 درجات تحت الصفر بالارز، 2 زحله، 4 حصبيه، وبعلبك 4 درجات. جو بكره اجمالا رح بيكون غائم جزئيا، رح نشهد امطار وثلوج متفرقه، الثلوج ممكن تتساقط على ال 1400 متر، الحراره بتوصل ببيروت ل 17 درجه، 2 بالارز، 9 زحله، 10 حصبيه، وبعلبك لبكره 11 درجه. الرياح بالاجمال رح بتكون جنوبية غربية حل البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المياه 16 درجة، أما الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%. إذا طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي، بداية بالنسبة لبكرة غائم جزئيا، ممكن نشهد أمطار متفرقة وثلوج كذلك متفرقة بتتساقط على 1400 متر، 17 درجة أقصاها على الساحل. بكف نهار الجمعة أيضا غائم جزئيا، أمطار متفرقة خلال النهار وثلوج أيضا على 1400 متر نهارا، ولكن بعد الظهر بتحول تدريجيا إلى غائم، أم تشتد غزارة الأمطار ليلا، والثلوج ممكن تتساقط على 1200 متر مع انخفاض إضافي بالحرارة ل 16 درجة. منوصل لنهار الخميس اختلاف كلي، غائم جزئيا، أمطار غزيرة، رياح ناشطة بتوصل ل 65 كيلومتر بالساعة، الثلوج يوم الخميس توصل ل 900 متر نهارا و 12 درجة انخفاض ملحوظ بالحرارة. ليلا أي ليل الخميس الجمعة بتوصل الثلوج ل 700 متر، بتكفي كذلك نهار الجمعة 700 متر الثلوج مع أمطار متفرقة خلال النهار، غزيرة أحيانا، عواصف رعدية، وأكيد جو غائم إجبالا. هذا كان كل شيء، مزيد من التفاصيل أكيد بتلاقوا بنشرة بكرة، وعودة لكم ديما وماريو.